نقول لكم اخر التفاصيل الخاصه بلاعب من اللعيبه اللي يمكن تكون كل الجماهير كانت عايزه تطمن عليهم خلال الايام اللي فاتت، وهو فتوح. فتوح من اللعيبه الحقيقه اللي وجودها داخل جدران القلعه البيضاء او منتخبنا المصري من اللعيبه الاساسيين والمهمين جدا. يمكن الظروف والتفاصيل اللي بيعيشها اللاعب الفتره اللي فاتت اكيد ظروف صعبه على اللاعب، طبعا ربنا يرحم المتوفي ويصبر اهله وكل التفاصيل، حياه قاسيه بكل معاني الكلمه. ولكن الجديد ان فتوح امبارح انتظم في التدريبات داخل جدران القلعه البيضاء وظهر بشكل رسمي مساء امس الثلاثاء على ملعب النادي، ده طبعا استعدادا لمباراه الشرطه الكيني في اياب دور ال 32 لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، وشارك في الحصه التاهيليه والبدنيه بجانب طبعا زمايله اللي رحبوا بيه واللي كانوا سعداء جدا بعودته مرة تانية داخل النادي الزمالك. ودي الصورة اللي التقطها فتوح امبارح داخل جدران القلعة البيضاء، بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يرجع ينتظم في التدريبات، وبالتأكيد يعني بوجود زمايله جنبه ومجلس الإدارة والمسؤولين داخل النادي ان شاء الله يعدي الأزمة دي على خير ويرجع تاني لشغله وعمله.